أحسن الله إليك. بدأ شهد من نثق به. إيش؟ شهد من نثق بهم أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق. أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق في وقت الصباح يعني. وفي نفس اليوم يعني بالمساء أو في المغرب. يعني أن الشهر حل في نفس اليوم الذي رأوه. وعلى إشكال الآن يقول الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الظاهر لا يشكل هذا، يعني معنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يمكن للشمس أن تخرج ليلا ولا الليل سابق النهار، يعني لا يمكن أن يكون الليل في النهار. ومعنى الآية أن الله تعالى قد قدر الليل والنهار فلا يمكن أحدهما أن يكون في وقت الآخر، لكنه جل وعلا بحكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخله، لكنه إلاج كما يولد السلك في الإبرة، يعني أنه رويدا رويدا. هذا ما الآية. وأما ما ذكرت الله تعالى يقول والقمر إذا تلاها فربما تسبقه الشمس وربما نعم فربما يسبق الشمس هو أو ثم، بمعنى أنه يرى هو يسبقها، يرى في أول النهار ثم يرى في آخر النهار، وهذا يقع. المهم الالتقاط. وعليه فإذا رؤيا في صباح اليوم في صباح اليوم 29 ثم شهد شهود الالتقاط أنهم رأوه في ليلة 30 بعد الغروب فإنه يحكم بدخول الشهر الثاني. نعم.